مرحبا، اسمي جولو صالح من الصف الرابع. شاركت في تحدي القراءة وقرأت 50 كتابا. القراءة هي نافذتنا حول العالم، فهي تدخلنا إلى ثقافات وعادات مختلفة، وهي تجعلنا منفتحين. من القصص التي أحببتها جدتي تزوير البتراء. كانت تتحدث عن الجدة، كانت تقرأ كتابا عن البتراء، فقال لها حفيدها: ماذا تقرئين؟ فقالت له: أقرأ عن البتراء. وأخبرت له بعض الأشياء عن البتراء، وعندها نام وبدأ الحلم، فحلم أنه كان في البتراء، وكانت جدته حاكمة البتراء، فأتى الرومان ليسرق الكنوز، فحمت الجدة البتراء. والقصة الثانية هي جدتي والحمار، فكانت تتحدث عن الجدة كانت سمعت صوت حمارها، فذهبت إلى الحديقة ورأت الأولاد يرمون عليه الحجار، فطردتهم ودمرت له جرحه، وعندما طاب قالت أن تذهب إلى السوق معه، فتركت حفيدها، فشعر بالوحدة لأنها بدأت تمطر، فخاف وبدأ بالبكاء، وعندها أتت جدته وسقطت في البحيرة، وعندها خاف عليها حفيدها وأنقذها الحمار، وعندها بدأوا ينادونه أهل القرية: حمار جدتي الشجاع.